بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نعرف نفك فلتر التكييف بتاع العربية الكيا 2011، تمام، ونغيره ان شاء الله بالفلتر الجديد. هنبدأ، هنيجي اول حاجة للكنسولة هنا ونفتح ده، هنلاقي من الجنبين زي كده عصفورتين، تمام. العصفورتين دول هنبدأ نفكهم، بنلف كل واحدة. بص بنلفها ازاي، ايوة طلعت اول واحدة خلاص. نيجي بعد كده نفك التانية، شوف ازاي، ايوه طلعت كده خلاص تمام. بنقوم سايبين الدرج، بنلاقي الايه، بنلاقي قدامنا ده الفلتر او دي المسطره بتاعه الفلتر دي. بنعمل ايه بقى، بنقوم مسحبينها لبره، احط ايدينا اهو واحط ايدينا اهو كده، اشدها اتسحبت معايا. طبعا لقينا الفلتر شكلها، شايفين عامل ازاي. المفروض طبعا الفلتر ده بيكون لونه ابيض، طبعا هو مليان اتربه كتير جدا، واحنا حبينا ان نفتح الاجزاء بتاعته كلها مليانه اتربه. شوف حضراتكم عامله ازاي، مليانه اتربه. المفروض الفلتر الجديد اصلا بيكون لونه ابيض خلاص. بشيل بقى الفلتر ده، وفي ناس، في بعض الناس بتحاول هي تنظفه في ال، وتحاول تنظفه في ال من ورا من قدام، لكن الافضل ان انت تغيره، لان هو لونه الجديد اللي بيبقى لونه ابيض خلاص. بتجيب هي هوا وتضرب هنا يمين شمال، لكن ده الافضل ان هي تغيره، تمام كده. شلته خلاص، بجيب مثلا منديل ولا حاجه واحاول انضف بقى الايه، الشاسيه اللي بيركب فيه الفلتر. خلاص تمام. اجيب بقى الفلتر الجديد. بصوا حضرتك الفلتر الجديد لونه ابيض، شايفين لونه ازاي. طبعا فرق ما بينه وما بين القديم، بصوا الفرق عامل ازاي. فطبعا هنا في اتربه مش هتطلع، فيفضل ان انا اجيبه على طول. تمنه تقريبا 75 80 جنيه في المعدل ده، يبقى كوري او صيني، بس في الغالب متوسطه بتاع 75 او 80 جنيه خلاص. بركبه بقى في نفس الاتجاه بتاعه، بركبه كويس، اتاكد ان الاربع احرف مظبوطين. طبعا هو ما بركبش من الاتجاه ده، لان في شفتين هنا، في شفتين اهم، الشفه دي والشفه دي، الشفتين دول بيركبهم على الاجزاء دي، الجزئين دول بيركب على الجزء ده وعلى الجزء ده اهو. يعني الشفه دي اول اللي هو البيانو ده بتاع الفلتر، اول البيانو ده واخر البيانو ده، الاثنين دول بيركبوا على الشفتين دول، على الشفه دي والشفه دي، ايوه كده تمام. شايفين الجزئيه دي بركبها على الشفه، ركب دي كده على الشفه، ايوه هنا كده تعدي من فوق الشفه، ايوه كده. ركبته خلاص تمام كده، بقى واضح الصورة قدامي. ودي نقطة مهمة جدا، لأن في بعض الناس بتيجي تركب الفلتر تركبه غلط، يبدأ بعد كده الفلتر يسحب معاك رمل وأتربه وحاجات كتير جدا. خلاص ركب كده تمام بفضل الله. ابدا بقى ايه، ركبه تحت زي الدرج تاني بنفس الاتجاه بالظبط. اهو تمام، اضغط لجوه بس، ركبت خلاص تمام. ارجع بقى الايه، هنقول هما الطبتين دول مكانهم تاني تمام. ادي واحده ركبت، وادي الثانيه ركبت بس تمام كده الحمد لله. وابدا بقى ايه، شغل الهواء، طبعا زاد بقى قوي جدا تمام كده.
لو عجب الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.